السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أخلي السقف ده إزاز، أعمل سيلكت عليه وبعد كده أروح للطيب أغير النوع لسلوب ديجلازينج، وبعد كده أعمل سيلكت عليه أدخل إيدي الطيب. أنا عايز أبدأ أقسمه لحتت لأن مش هينفع يبقى كله كده إزاز حتة واحدة، فهقول له التوزيع. ممكن أقول له فيكسد ديستنس يعني مسافة ثابتة، يعني أحط قطعة ألومنيوم كل متر ونص مثلا في الجريد 1 وجريد 2. ممكن اقول له لا ده انا عايزها فيكسد نمبر ودي هغيرها من هنا من خصائص الانستنس او ماكسيموم سبيس او مينيموم سبيسنج، وهنا بقى اختار نوع الميلينيوم اللي هيتحط. ممكن يبقى في نوع الانتريور ونوع البوردر مختلف، اقول له ابلاي يظهر معايا بالشكل دوت. اقدر اغير شكل الشادي عشان نشوفه هيبقى عامل ازاي. طبعا تقدر تغير الماتيريال بتاعت الزجاج. طيب ممكن تعمل سيلكت كده وتقول له ديليت ونعمل سقف جديد. تمام في الجزء دوت اهو. فانا ممكن اقول له انا عايز اعمل روف انا نوع، هقول له روف باي اكستروشن واختار جريد 1 اللي هو دوت واقول له اوكي. اظهر معايا بالشكل دوت، فهقول له ان انا عايز اعمل بقى ايه السقف بتاعي. ممكن اختار بقى السقف بتاعي على شكل قوس بالشكل دوت. تعال نشوف في ال 3D اهوت. طبعا في حتة المفروض تظبط كده، وبعد كده ممكن اختار بقى السقف دوت سلوبنج جلازنج هيطلع معايا بالشكل دوت. ونبدأ بقى نظبط كل الحوائط وكده انها توصل لحد هنا او حسب التصميم بتاعك.